تستمر رحلتنا في ولاية جدعرف الخير، ونحن الآن على مشارف مدينة عصار الجميلة خلفي سلسلة جبال عصار، وأمامي المدينة بشكلها وشكل المباني الفولكلورية الجميلة المصنوعة من الزنك والقطاطي التي تحمي أهلها من كثرة الأمطار. يشتغل أهل عصار في الزراعة، ويعتبر من النشاط الاقتصادي الرئيسي في هذه المنطقة هي الزراعة وإنتاج الزيوت، لذلك عرفت بمدينة عصار نتاج لعصارات الزيت الموجودة في هذه المنطقة. تعتبر منطقة عصار بوتقة للتلاقح المجتمعي بين قبائل شرق السودان المختلفة، تضم عدد كبير جدا من المجموعات السكانية المتجانسة والتي تعيش في وئام ومحبة وسلام، وتعتبر منطقة عصار هي نموذج حي ومشرق للتعايش السلمي بين مجتمعات شرق السودان وولاية الجدعرف تحديدا. نحن اليوم هنا لنستطلع أهل عصار عن أمنياتهم، ونلتقي الإدارة الأهلية لنحصل منها على وعود لهم. فإلى أمنيات أهل عصار. ظلت ولاية الجدعرف معقلا للسودانيين جميعا. كانت الجدعرف المدينة نموذجا للتلاقح المجتمعي بين السودانيين وكذلك القرى والبوادي في ولاية الجدعرف، كما ظلت الإدارة الأهلية صمام الأمان الممسك بالتماسك المجتمعي في ولاية الجدعرف وفي عموم السودان. نحن اليوم في ضيافة ناظر عموم قبيلة الدباينة الناظر عود الكريم محمود زعيد. اهلا وسهلا سعاده الناظر. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. اول حاجه نرحب بقناه البلد مشاركتها ودورها الطبيعي في المجتمع، وهي القنوات التي تحس وتورد المجتمع والناس ما يقوم به الاشياء الجميله الطيبه، وتعكس المرآة الحقيقه لكل الاحداث التي تمر يعني. ونحن نرحب بهم في نظاره عموم قبيله الضبانية. قبيله الضبانية هي من القبائل العربيه اللي دخل السودان ودخول العرب السودان، والنظارة الحمد لله يعني تقع في الجزء الشرقي لولاية الجدعرف، وبها هيكل إداري يتكون من الناظر ووكيل الناظر وعدد 4 مشايخ خطوط و4 و11 عمدة. والحمد لله يعني النظارة دي تاريخيا لها إسهامات كبيرة في حماية الحدود في المنطقة الشرقية منطقة الفشقة. والنظارة إذا تقول عن النظارة، النظارة هي حيكورة يا جماعة أرض ورقعة جغرافية زي وزي البداية. أنتم حيكورتكم في الفشقة؟ إحنا حيكورين الفشقة داخل الحكورة الخاصة بنظارة الضبانية. يعني نحن النظارة تقع في الجزء الشرقي لولاية الجدعرف، شمالا البني عامر في منطقة جبل أسير، الشمال الغربي نظارة الشكرية، وفي الشمال الغربي نظارة الشكرية، والقرب نظارة دار بكر. الدباينة نشاطهم الاقتصادي الرئيسي شنو؟ يعني انتم مزارعين ولا رعاة ولا شنو؟ والله الحمد لله الدباينة نشاطهم كان الزراعة والرعي، وحتى الآن أصبحت التجارة، وعندنا عدد يعني كبير من الناس مزارعين كبار وأصحاب يعني حيازات كبيرة في الأراضي الزراعية، ومنطقة مشهورة منطقة جبوب والزايد. جبوب والزايد ده طبعا هو يعني أرض خصبة للزراعة، والجبوب ده هو اللي مرق المجاعة سنة 6، اللي نقذ السودان المجاعة سنة 6، لأنه يعني كل العيوش طلعت ومشت للدرمان، والمنطقة هي من منطقة جبوب والزايد. نعم. نحن الليلة لاحظنا إنه في تجمع ثقافي واجتماعي لقبيلة الدباينة في المنطقة دي، مناسبة التجمع ده شنو؟ والله ده نحن عندنا دايما نعمل نبتدر حاجات اجتماعية تعارفية لكل الأبناء القبيلة في السودان عشان يتعرفوا. ثانيا حيكون عندنا لقاء مثل هذا، نحن سميناه مجتمع اجتماعي ثقافي للتعارف وللتواصل، ودعينا كل الناس الإدارة الأهلية لأن علينا قال نعكس الحاجات الطيبة اللي بتقدمها الإدارة الأهلية، ونوري إنه يا جماعة الأجيال القائمة إنه يا جماعة الإدارة الأهلية
يسكنوا وتطلعوا ودور ابهاتنا واولادنا واسلافنا في الاداره الاهليه حتى ننهض بالسودان. ونحن دورنا الاول في ذلك يا جماعه اصلاح المجتمع واصلاح ذات البين، ولسه نحن يعني حاجه يعني جزء من الدوله ما بعيدين كل شيء. نعم، اللي هو النظام الاهلي القديم. طيب سيد الناظر، يعني رغم انه السودان تطور، حصل تطور على مستوى التعليم، على مستوى تفكير الناس، حتى النهضه التكنولوجيه برضه غيرت مفاهيم الناس، حياه الناس في المدن، انتقالهم من الريف للمدن برضه يعني غير نمط الحياه المجتمعي، كيف يستطيع النظار حتى الان جمع الناس حولهم؟ والله اقول لك الحمد لله، يعني الاداره الاهليه دي هي يا جماعه يعني ما 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 لا عندها جبروت، بتشيل قضايا الناس عموم الناس، ما هي زي المعتمد ولا الوالي عنده سكرتاريه ودار دخول، انت بابك مفتوح لكل الاشياء كلها، ودور لا يمكن ان ينتهي، لانه انت دورك يعني صاحب المجتمع، المجتمعات دي بتبنى. والحمد لله زمان لما كانت الحياه صعبه والتعليم ما في، كانوا الاداره هي بيهتم بالتعليم وبالمدارس والخدمات الاساسيه اللي بيقدمها لاهلها، وكان في الحكومه بتتعمل اعانات بكل الناس، كل الولايات الاداريه بيتم اعانات ودور كده. لكن الحمد لله الحكايه حسب الحمد لله تغيرت، الوضع تغير والحضاره ذاته مشت بصوره، والناس كلهم كان حنا والناس دي كلهم رحل مثل البيت اللي حسن قاعدين فوقه ده، يعني الحمد لله جا الاستقرار وجا السكن واستقروا من كان اصحاب سعايه وزراعه، وحسن الان يعني تطورت الحياه. نحن دايرين برضو نواكب التطورات الجايه في العالم وفي السودان على الاقل عشان نمشي بنهجها وبسيادتها، ونقدر على الاقل يعني نطور الاداره الاهليه تطوير يعني حسب الشيء المتاح. نعم، قبل ما نتكلم عن دور الاداره الاهليه في المجتمع، لاحظنا برضو انه في عدد كبير جدا من النظار موجودين في الاحتفال السنوي لقبيله الضباينه، ده بيؤكد انه الاداره الاهليه في منطقه القضارف هي على قلب رجل الواحد، او على الاقل انتم متفاهمين على عكس الحاصل في بقيه ولايات شرق السودان. والله الحمد لله والشكر لله، احنا اقدر اقول لك ولايه القضارف مجتمع يعني متسامح، مجتمع متجانس، وكل الحاجه اللي بتخلي في القضارف ان يا جماعه في قبول للاخر، يعني الناس بتقبل الاخر، بتتعايش مع بعض وبتعيش في سواد، واذا حصلت اي نزاعات يعني نادى كل جهة الإدارية بتمشي بمجموعة واحدة توصل الناس، لأنه يا جماعة لابد يا جماعة من الناس تقعد في الوسط وتوصل إلى القانون، وبعد ما القانون ياخذ حقه نحن نطلب من الطرف الثاني اللي هو بنحس به مظلوم، ونطلب منه ونترجى منه، والحمد لله يعني في استجابة تامة يعني، والحركة حركة جماعية ما حركة فردية، وكلنا عندنا قبول الآخر، والحمد لله يعني الإدارة الأهلية يا جماعة هي تواصل مع كل الأجيال. سيد الناظر، النزاعات اللي حصلت مؤخرا في منطقة الشرق، يعني زي النزاع اللي حصل في بورسودان، بدايته كانت هنا في القضارف وبعد ذاك امتد إلى بورسودان، النزاع ده يعني أو أشار لأنه الإدارة الأهلية دورها بقى ضعيف شوية في مسألة احتواء النزاعات القبلية، بالإضافة لأنه شرق السودان لسنوات طويلة لورا معافى تماما من مسألة النزاعات القبلية، ليه حصل كده؟ والله أول حاجة شرق السودان ده متعافي من حاجات الجو، لكن برضو السياسة لها دور كبير يعني، وفي حاجات يعني استخبارات لدولة ثانية لازم تأجج الشرك، والحمد لله يعني حسي أقول لك كان بدأت أشياء، لكن الحمد لله الأمور دي ماشية لأحسن، وحصل يعني الناس قعدوا وتوصلوا لرؤية، ونحن حسي برضو انطلقت المشكلة في القبائل، بدأت من القبائل بين النوبة والبن عامر، لكن هل حسي ما عندها أي أثر؟ الحمد لله تماما الناس متعايشه، اتحسمت وتم يعني احنا برضه كاداره عليه مجموعه حركنا جبرنا الضرر لناس المتضررين من البني عامر والاشياء، وحتى الان عندنا مشاكل وقضايا شغالين فيها وماشيين فيها بصوره طيبه، اي مشكله بتحصل بين قبيله وقبيله يعني عددنا مشاكل قعدنا معاه وحسمناها، لكن ما في ما احنا بنمشي بخطوه خطوه وما بنخليها تستفحل يعني. نعم، السيد الناظر وتزايد، يعني السودان بيمر بعموم السودان بيمر بأزمة اجتماعية كبيرة جدا، وخصوصا في تهتك النسيج الاجتماعي في عموم السودان، يعني إذا استثنينا منها بعض الأقاليم اللي ما فيها صراعات قبلية لكن بتحس بأنه في وميض النار تحت الرماد، هل بنتوقع دور فاعل للإدارة الأهلية في مقبل الأيام لاحتواء الأزمة الاجتماعية في السودان؟ والله بارك الله فيك وجزاك الله خير. أول حاجة بفضل الله ومنتي تم اختيار مجلس أعلى الإدارة الأهلية بالسودان، وأنا بمثل نائب الرئيس للإدارة الأهلية. نحن يعني قعدنا واجتمعنا وضعنا برنامج وخطة للتعايش ودور الإدارة الأهلية
في 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 المجتمع. ونحن يعني هذا المجلس يعني نحن دايرين نقدم فيه اول حاجه لمصالح للمشاكل والمعوقات بحقوق الاداره الاهليه، ودايرين على الاقل يكون في قانون. الى الان ما في قانون للاداره الاهليه، الناس شغاله بالعرف والاشياء، ودايرين برضو الدوله تهتم بالموضوع برضو مرات، يعني في جزء من الدوله ما دايرين الاداره الاهليه. ده بيقودنا سيد النظر لسؤال، معلش لو سمحت علي قاطعك، بيقودنا لسؤال انه الاداره الاهليه لسه شغاله بالعرف الاجتماعي القديم، وزي ما نحن قلنا انه العالم اتطور، ليه ما يكون يعني الاداره الاهليه ذاتها تحصل لها عمليه بتاعه تطور زي ما حاصل مثلا في اوروبا؟ ما زالت في اداره اهليه موجوده لكن بشكل احدث. في طبعا الاداره الاهليه اصلا لا، يعني هي اصلا مع معروف التوالي والقيم ومبادئ، والاداره الاهليه ما كل من هب ودب ما دب في الاداره الاهليه. الاداره الاهليه خشن بيوت وبيوت معينه وما في زوج يبلع وشغل متوارث، ورجل الاداره الاهليه اول حاجه مربع على اكرام الضيف، مربع على المروه، مربع على حل المشاكل، هو بيستقبل وبيعمل الحاجات القيمه الطيبه، وما هو يعني الزول ما بيعمل حاجه شيء لمجتمعه ودوره، لانه اول حاجه الشيء ورده في الكرم في الوراثه في التوالي في الاشياء في كلها هو بيقوم بها، لانه شيء اساسي لرجل الاداره الاهليه. ما ممكن يجيب لك زول ساي عشان يبقى ناظر ولا يبقى عمده ولا يبقى حاجه، في قيم موجوده وموروثات افسدت سمعه الاداره الاهليه وكل من هب. الاداره الاهليه دي يا جماعه عندها حقول وارض وقيم ومبادئ، هي متسلسله. زمان الاداره الاهليه لما كانت شغاله قبل حل الاداره الاهليه كان في شيخ الحله، شيخ الحله اي زول جاي من اي وقت هو اللي بيستقبله، هو اللي بيقدم له وبيعرف جاي من وين، لو عارف جاي لو حصل له مشكله وجاي هارب منها بيعرفه وهو بيبلغه لرجل الشرطه. نعم، طيب في تنسيق بينكم وبين، احنا لاحظنا مثلا في ولايه القضاري في انعدام تام للخدمات خاصه مساله المويه، احنا لفينا طبعا ومشينا حتى الفشق الصغرى وحتى معبر القلابات، مرينا بعدد كبير جدا من القرى والحلال والفرقان، لقينا انه حتى القضاري في المدينه زاد في مشكله مويه وفي مشاكل بتاعت خدمات كثيره. هل الاداره الاهليه قاعد تنسق مع الحكومه لتوفير الخدمات لمنطقتها يعني؟ والله ذاته احنا ذاته خلانا نجيب يعني في الاداره الاهليه وعشان ناس عشان خدمه ناسنا يعني في الخدمات وفي الاشياء وفي المويه وفي الاشياء، احنا برضه جزء اساسي في حل المشاكل بتاعت المياه اللي صار في المناطق. ونحن مشكل الولايه كمنطقه او المدينه، احنا عندنا اشكاليه في المناطق الريفيه، في محلات مناطق ما فيها مياه، يعني في اشياء كلها بالحفاير وبالاشياء دي كلها، ونحن برضه عندنا مساهمه كان الزمان من عملها للمياه في رسم معين من اصحاب الثروه الحيوانيه واصحاب الزراعه بجانب المياه بجانب الخدمات، وكان في اشياء هنا في القضاري كان لها دور كبير، لكن قامت الحكومه سبب حلت المنظمه الشعبيه للمياه، كانت الشده تقوم بالمنظمه الشعبيه، المنظمه الشعبيه دي هي منظمه يعني طوعيه والناس كلهم فيها اداره اهليه فيها منظمات فيها كل اصحاب عمل احد عمال عندهم مبالغ يتم استقطاعها بالخدمات. شكرا سعادة الناظر ناظر عموم الدباين الناظر عود الكريم محمود زايد، شكرا على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال والقعدة الجميلة في البيت العربي البدوي ده، شكرا لك كثير على الإفادات اللي انت قدمتها لنا. شكرا، وأمنياتي أنا أن يعم الأمن والسلامة في شرق السودان. كان للشباب دور فاعل وكبير جدا في احتواء النزاعات القبلية والعشائرية في ولاية القضارف، على عكس الأدوار البسيطة للشباب في الأقاليم الأخرى، ولكن شباب القضارف قدموا عدد من المبادرات وعقدوا عدد من المؤتمرات لاحتواء النزاعات والصراعات العشائرية ولتطوير الإنسان في منطقة ولاية القضارف. نحن في ضيافة الأستاذ محمد جحفر الكاسرابي، وهو أحد الشباب المهتمين بمسألة السلم الاجتماعي في ولاية القضارف، وله عدد من المبادرات المجتمعية، كما ساهم بشكل كبير في تنظيم مؤتمر أهلي لقبيلة للمشم لقبيلة الضباينة، وهي دي تجربة بنأمل جميعا في إنها هي تنعكس
على بقية المجموعات السكانية في السودان. الأستاذ محمد جحفر، أهلا بك. يا مرحبا يا مسهلا عليكم، السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أستاذ محمد. دائما بتقوم نزاعات قبلية وعشائرية، يعني بتظهر في الإعلام بشكل كبير جدا، مقلق، أصبح مقلق لسكان السودان مسألة النزاعات العشائرية دي، دايما قاعد يكون أسباب شنو مثلا هنا بالذات في ولاية القضارف وفي شرق السودان؟ والله مسألة النزاعات القبلية دي دايما بتكون في الرعي والزراعة، يعني دايما المشاكل القبلية دي دايما بتكون في حاجتين، يا إما في الرعي الرعاة بتاعين البهايم، يا إما كمان في الزراعة يكون في حدود فاصلة بين ده وبين ده. لكن الحمد لله رب العالمين، يعني الناس حاسة الفترة الأخيرة دي يعني الشباب واعي، وما شاء الله الشباب يعني كويس، والحمد لله رب العالمين، يعني ما فيها يعني زي ما مغلق زي ما قلت انت زي ما ذكرت يعني. ايوه، لكن في بعض اغاني السودان طبعا مغلق، خصوصا في بعض اغاني السودان مغلق، اما في القضارف الحمد لله رب العالمين، في الولايات الشرقيه كلها انا اقول من القضارف وكسروا الحمد لله رب العالمين. النزاعات القبليه حتى اللي حصلت يعني قدروا يحتووها الحمد لله، في مشايخ وفي عمد وفي نظار، يعني كلهم لهم كلمه ولهم دور، والشباب الحمد لله شباب واعي وشباب واعد ان شاء الله، ونتمنى لهم حياه احسن يعني ان شاء الله، ومستقبل واعد ان شاء الله. الصراع بين الراعي والمزارع في شرق السودان يعني بيكون شنو نفس المشكله اللي قاعد تحصل في بقيه الاقاليم، اللي هو السعيه او مراح البهيمه بيدخل على الزراعه، المشكله بتاعت مسارات يعني. بالضبط، الزراعه دائما معرضه للرعيه من البهائم، يعني يدخل البهائم على زراعه شخص ما يكون انسان جاهل، لكن بعض الناس بتحتويها، بيكون يعني صاحب الزراعه يكون واعي، مثلا اللي عنده البهائم يكون مثلا انسان يعني يكون سايق قطيفه ولا حاجه، دائما بتكون بسيطه، والحمد لله رب العالمين. قلت لك بدات تتلاشى ان شاء الله، والحمد لله انحلت، يعني حتى لو ما تحلت في نفس اللحظه بيجيبوا صاحب البهايم بيقول يا اخي انت مثلا اكلت الحاجه الفلانيه دي تدفع كده من كده، والحمد لله يغرموه غرامه وتدفع، والحمد لله يعني حتى بعد ما يغرموه الناس بتعفيها، يعني بعد ما يغرموه ناس المنطقه بيسلمهم وبيودهم وبيهنا بيعفوها، يعني بيكرمهم الحمد لله المعروف، يعني من كل القبائل المترامطه الاطراف في 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 الولايات الشرقيه زي ما قلت ان شاء الله. استاذ محمد، الناس دائما بيتكلموا وبيتساءلوا لما يحصل نزاع قبلي ويتم احتوائه من قبل الاداره الاهليه، بيتكلم عن انه وين الشباب؟ ليه الشباب ما بيشتغل في مساله التوعيه المجتمعيه يعني؟ والله الشباب حسي حاليا يعني عنده حراك كويس جدا جدا على نطاق السوشيال ميديا، يعني في الفيسبوك تلقى جروبات، يعني منبر البطانة الحر، يعني عندك الجروبات مثلا منبر ابناء الضباينه، منبر ابناء الشكريه، منبر ابناء البوادره، يعني فيه توعيه كثيره جدا جدا حاصله، واللي قدام ان شاء الله بتكون حياه احسن واحسن. يعني الشباب الفتره الاخيره دي يعني زي ما قلت لك عندهم جروبات منظمه وجروبات يعني من الفيسبوك من كل القبائل، يعني ما اقول لك القبيله الفلانيه والقبيله الفلانيه، وكلهم اهل، وحتى المؤتمر اللي حصل احنا فيه ده يعني ما مؤتمر خاص بقبيله واحده، يعني فيه كذا كذا قبيله، يعني قبائل الشركه كلها موجوده فيه. أجل المؤتمر ده لأنه هو يعني مسألة مهمة جدا. الشباب استخدام السوشيال ميديا، يعني أنت تطرقت لمسألة السوشيال ميديا دي، ليه أنتم ما قادرين توظفوا الإعلام الجديد بشكل جيد؟ لأنه الآن حتى الراعي في السعية بيكون عنده موبايل، تلفون، سمارت فون، هاتف ذكي، بيخش الفيسبوك، عنده صفحة في الفيسبوك، ليه أنتم استخدمتوها بشكل فاعل في أنكم أنتم تنقلوا الوعي بتاع الناس من الوعي العشائري اللي هو لما تحصل مشكلة بهيمة تدخل في زرع ولا حاجة زي دي، بدل ما الناس تتضارب وتتماوت تمشي تشتكي في البوليس مثلا؟ لا الحمد لله، أنا حتى ما قلت لك، يعني قلت لك الناس على السوشيال ميديا دي ما هي اللي فيسبوك وكل وسائل التواصل الاجتماعي، حتى الراعي بقت عنده والمزارع عنده وفي البيت عنده، يعني الحمد لله رب العالمين. قلت لك الحاجة المشاكل دي الشباب إن شاء الله قادر يحتويها، وشباب واعد، وإن شاء الله شباب يعني زي ما قلت ترفع له القبعات، يعني شباب الشرق بالذات والله ترفع له القبعات وتهول له الجبهات. نعم، تحية لهم كل شباب شرق السودان، وشباب تحية لشباب السودان كله، مو شرق السودان فقط، لكن أنا شباب شرق السودان، لأنه شباب متداخل معهم وعارفون، يعني إن شاء الله يعني الجاي أحلى زي ما قالوا. تحية لشباب شرق السودان الواعي جدا. يعني ما قادرين تنتقلوا من العمل في المدن إلى الأرياف ليه؟ يعني كيف؟ يعني أنتوا بدل ما تكونوا قاعدين هنا في المدينة بتتكلموا في التلفزيون وفي الإعلام، ودي حاجة مهمة نحن ما بنغفلها، ليه ما بتمشوا وسط الناس هناك في الأرياف، تقعدوا وسطهم تنقلوا لهم الأفكار الحديثة، إنه الإنسان اتطور وإنه بقت حتى وسائل الرعي ذاتها والزراعة اتطورت؟ نحن المدن المدينه زي ما قلت انت، نحن الا نجيها دراسه ولا كعمل، لكن اصلا سكنتنا كلها في الـ في الـ في, الـ في الباديه، واصلا مع الرعاه ومع المزارعين، نحن رعاه ومزارعين، نحن ابواتنا رعاه ومزارعين، ونحن قمنا على نهجهم زي ما قالوا رعاه ومزارعين، يعني عندنا البهايم عندنا الزراعه،
يعني الحمد لله يعني حتى في قلت لك المدن بتجيبنا ليه حاجات الضروريات يعني يا سواء العمل يعني مثلا انسان يكون موظف حكومي ده يعني بيكون موظف حكومي لكن اما الناس اللي ما عندهم شغل في الحكومه ما عندهم شغل نحن بالذات شرق السودان شغلنا يا في الزراعه يا في الري بيكون يعني دائما لاحظنا انه مؤخرا بقى في خلاف بين الاداره الاهليه النظام الاهلي القديم وبين الشباب الشباب عندهم راي في الاداره الاهليه والله الشباب طبعا دايرين الادارات الاهليه الشباب دائما دمه حار دم الشباب حار متحمس دائما اما الاداره الاهليه ناس حكماء وناس رصينين زي ما قلت لك اما الشباب دمه حامي زياده لكن الادارات الاهليه ما لا شق لها غبار يعني كل الادارات الاهليه وتحيتي من هنا لكل الادارات الاهليه في شرق السودان وفي كل السودان يعني الادارات الاهليه ناس كلهم حكم وكلهم ناس يعني بيوت الحكمه اي نعم بيوت الحكمه في السودان هي الادارات الاهليه سواء النظارات ولا مكوكيه ولا كلها عيان قبائل وكلهم نظارات وكلهم ان شاء الله ناس يعني اهل بلاد استاذ محمد في نهايه حوارنا تكلمنا بشكل مستفيض عن مؤتمر الاهلي اللي انت المبادره اللي انت قدمتها وانت ومعك رفاقك من شباب قبيله الدباينه اللي لما الشمل وهل ممكن التجربه دي تنتقل لبقيه القبائل وهل ممكن التجربه دي ذاتها تدعم لمجموع بتاع قبائل في كل اقليم تقدر تفك طلاسم القضايا المجتمعيه البسيطه انا بكلم عن المؤتمر طبعا احنا عملنا المؤتمر الشباب لكن قبل ما اخش لك في المؤتمر ذاته باعتباره مؤتمر لكل القبائل اللي في شرق السودان لانه الحمد لله رب العالمين المؤتمر ده حسنا ما مختصر على قبيله الضباينه فقط المؤتمر ده فيه عده قبائل وانا هنا من هنا بحيي كل القبائل اللي جاتني في المؤتمر ده من كل ما اقدر اذكر عشان ما اقوم انسى زول ولا اخلي زول عشان كده ادخلني في مشكله بعد عشان كده انا بحييهم كلهم لكن المؤتمر يعني حاجه جميله ان احنا عملنا المؤتمر ده شباب في السوشيال ميديا في الفيسبوك زي ما قلت لك كان في جروب وعملنا جروب ثاني في الواتساب والجروب في الواتساب يعني على راسه ناس ما شاء الله استاذ البروفيسور عبد الرافع محمد يوسف مؤلف كتاب الضباينه قدح القبارف ومطموره اهل السودان وسعاده اللواء عبد الله علي الطريفي وكل العقد الفريد مصطفى عبد الله الزمولي من حلفة الجديده وشخص الضعيف محمد جعفر الكاسرابي وكل الاخوان وكل الاهل وكل الاعيان اللي بداخل قبيله الضباينه الحراك ده اصلا الشباب هم اللي عملوا المؤتمر ده على السوشيال ميديا والحمد لله تطبق على ارض الواقع والحمد لله رب العالمين يعني زي ما انت شفتي حاسه وشايفه براكي وان شاء الله دائما وكله اللي لما الشمل لانه القبيله متلامه الاطراف في كل بقاع السودان حتى في ناس ما بتعرفوا يعني في ناس الواحد ودع عمزول لكن ما بعرفه اني يعني لقينا ناس من سنار لقينا ناس من جبل مويه لقينا ناس من كسله لقينا ناس من الجزيره من قلب الجزيره ونحن جايين من حلفة جديدة يعني وفي ناس من والأغلبية طبعا في القبارف حتى اللي في القبارف ما بيعرفوا بعضهم والحمد لله رب العالمين براكي شفت طلع بصورة مرضية ونحن الحين نحن هسه زي ما قالوا في ديوان الناظر وفي نظارة الضباينة في منطقة عصار بالقبارف وحبابكم عشر ات والبعيد عليكم الله يكرمك محمد جعفر الكسرابي الناشط في المجتمع المدني ما هي أمنيات الشباب في ولاية القبارف؟ والله أمنيات الشباب طبعا انه بس يكون المنطقة يعني يكون السودان عامة مستقر زي ما تقولي عنده حكومة زي ما تقولي تقدم البلد وإنه يكون الإقليم الشرقي ماخذ حقه كامل يعني يكون شرق السودان ماخذ حقه من الحكم سواء من وظائف سواء من والحمد لله رب العالمين ونسأل الله التوفيق لكل اللي قايمين على أمر الدولة إن شاء الله. نعم شكرا أستاذ محمد جحفر شكرا لك كثير شكرا وأمنياتي أنا أن يعم الأمن والسلامة في شرق السودان. تواريخ الضباني حقيقة مو قال محمود أثبته وسواه نتاج وهلال. بيقدر حب خرس المثل ما في محال ما بعرف الفرز بين فقري أو سيدمان محمود في الكرم مطر انسحاب بكره فكاك لك كرب دايما فعايل السر أبشر والله ركاب لك بزوع مهر الخيول الغر فوق دربه البقيم حالا بلوك المر معروف في القتال صالد ضربت متينة في حرب الحبش ما خاب معارك شينا ما دمر جيوك شملوك جاب رهينة تشهد للصقور بقدر بديمة بدينة محمود كرم وفايغ للقبائل جمنا محمود في الحرب أسدا بقود الحملة محمود في الخصائل الطيبة تطمك تملة محمود في القطاس صار عبروق التملة لكن الضيوف دائما بتبعد لانه للمحتاج بينفق وبكسل الكريان محمود ما في مصير إلا الصحابة زمان في تحرب النطر بالطرقع الفرسان محمود القضارف حقه مولود فيها رسمي سعد جد المياسس ليه حررنا من دخل شفة الحبس زندية وزقاها الكرم الحسي موروث فيها اسم قدره في سعد الحسي تسمع به حق وزايد التاريخ بيثبت له من كسل الشرق للحبس برأت فيه بسيف من دخيل لا من رحل حاميه محمود خيرة الفراس يكره الشايل وتشهد للقبائل
جملة عارفة فضائله. ما قرع البحر سيتيت واسقى قبائله، لا الأمة وجد فرسا بيسوي فعايله. بحب نقول جنين والزايد الفراس، وبلقى الغافية فوق ديما فيها نقاص. بحور دافرة موج عالي ما بينقاص، طيبة وذكر جود شهامة ما في نقاص. إخاويتنا الواحد عشاه بقسمه، بحب الناس وكان شافوك بعيد بيبتسمه. العداهن البكا والسهر لب قسمه، يديهن صواقع في القتال لي قسمه. بعجبوك في المواقف الصعبة ليها بحلو، فرتاقين صفوف في الحرب قدر ما يقلوا. ملاقاتهم كوارث للبيخت محلوا، صبارين على المحن الكبار ما ملوا. خوفوا بخالة ما بعرفوها مما تبوا، جود وشهام فوق من صغارة تربوا. قلوب صافية للضيف زيناه، ونحبوا غرضوا ويقضوا مهما يكون صعب. لب نبوا غرضوا ويقضوا مهما يكون صعب. لب نبوا